بقول شغلة واحدة، إذا صار حق مرتي أو طفلي شيء ما راح أسكت. أنا ما أدري شنو هالأخلاق اللي أنا أدز فولوورز يسبون واحدة حامل بشهر، يسبونها يدعون عليها، وين الأخلاق بالموضوع؟ سكتنا وحاولنا نسكت، لكن بعد اللي صار مع مرتي ما راح أسكت. وعد، حسبي الله ونعم الوكيل. بعد مرة حامل بشهر تنام وهي قاعدة تبكي من الكومنتات اللي دازينها ناس لها عشان يسبونها ويظلمونها. ليش إنسانة ما لها شغل بأي أحد، ما لها شغل إلا بوجهها وأهلها، تقرأ كومنتات؟ يعني أنا أتمنى أنكم تشوفون الكومنتات وتشوفون الظلم شلون صاير. وين الإنسانية؟ وين؟ ماكو لا إنسانية ولا أي شيء. وحسبي الله ونعم الوكيل. قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على الصحة. شكرا حق كل شخص سأل عن فرح، فرح بخير الحمد لله. وأقول لكم اللي صار خيرة، فرح فيها أنيميا وفيها نقص حديد، فممكن كل اللي صار هذا خيرة. الحمد لله على كل حال. أنا فرح مؤخرها عن السوشيال ميديا، مخليها تاخذ شي راحة واستجمام يوم، وإن شاء الله بذهب لها مفاجأة. يا رب يسعدها هذا الشيء. بيني وبينكم إن شاء الله راح نسافر إن شاء الله قريب، والحمد لله على كل حال. ودائما متعودين علينا أننا إيجابيين ونحب الضحك ونحب الوناسة، فمن يوم ورايح حق متابعين عقيل وفرح، ما نبي منكم غير دعائكم والكلام الطيب. مرات تصير معك مشاكل في الحياة، شيء شر شيء زين، بس تحمد ربك، خليك دائما إيجابي. ممكن هذا الشيء اللي صار معانا خلاني أتقرب من رب زيادة. لسه العمر قدامنا طويل مثل ما يقولون. الحمد لله على كل حال، وإحنا تونا شباب بعمر الزهور، ومشكورين على كل كلمة وكل دعاء قلتوا لنا. يا أنتوا بالنسبة لنا أهل فقط لا غير، انتوا اهلنا ونحبكم وايد. وصدقوني فرح ان شاء الله لما بعطيها هذا التليفون اخيرا، بقول لهم ان فرح باكر راح تستلم التليفون وراح اعطيها اياه وتقرا كومنتاتكم، ففرح تستمد قوتها منكم ومني انا، فما تبي منكم الا الكلمه الطيبه وبس. يعطيكم العافيه. Thank you.